غضون 48 ساعة وإلغاء الانتخابات يكون يعقب عليه مش المحكمة، لا لا جحش السهواك، رياض المحلل النفساوي، رياض الجاهل، رياض سكالوب اللي قاري باك في 6 شهور. اش قال في التدوينة؟ قال القرار هذايا على خاطر عاتقة ولا شكون، عافية، عافية والقاضية اسمها عافية، أخت اسمها راضية. شوفوا كالتحليل، شوفوا علاش يحب يكسروا المحلل النفساوي رياض جراد، وعلى خاطر بنت أختها رضا بالحاج والقاضية هذيك اللي عملت القرار بنت أختها غازي الشواشي. شفتوا شفتوا وين وصلنا؟ دولة ها قرار يطعم فيه شكون؟ رياض سكالو، رياض سكالو، رياض اللي احنا نضحكوا عليه كي كنا في اتحاد الطلبة، معناه مشى تحيل على ناطق رسمي، مشينا شكينا بيه جاي يبكي، فهمتني؟ حب يتحيل. رياض سكالو باك في 6 شهور ها في زيت القصرين، طردوه على سرقة سكالو، يطعن في قرار محكمة إدارية. رياض الجاهل باك في 6 شهور، اللي عمل حارة بيرة مع ولد جنيح ولا عمل السطر ولا انا محلل.